فهذا توثيق لسند القرآن الكريم أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، فهو كلام الله. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول، هي إضافة تبليغ مبلغ، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إضافة تبليغ أيضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه لا يمكن أن الكلام يكون من ثلاثة. الله أخبر أنه كلامه وأضافه إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري من باب إضافة التبليغ فقط، فهو كلام الله ابتداء وكلام جبريل ومحمد تبليغا عن الله عز وجل. لا يشك المسلمون في هذا أنه كلام الله منزل غير مخلوق. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. تنزيل الكتاب من الله، قل هو منزل من ربك بالحق. فالله جل وعلا وصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله وما أبلغه مأمنه، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزله. أما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، هذا قول باطل، فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن مكتوب في اللوح بلا شك، لكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. فينبغي معرفة هذا، لأن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة. وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول برسالة مطبوعة، وهي أيضا مع فتاوى، برسالة سماها: الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم. رد على هذا القول وأبطله، لأن القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أنه مخلوق، أن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، فهذا مأخوذ من قول الجهمية، فهو قول باطل، أحببنا التنبيه عليه. الله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد، فهو أيضا يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع كسائر صفاته، حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء، تكلم بالقرآن وقت نزوله،
ويكلم جبريل ويكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قبلهم كلم آدم عليه السلام، فهو يتكلم إذا شاء ويتكلم يوم القيامة، يتكلم يوم القيامة ويحاسب الناس ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه، فهو يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ومن كلامه القرآن الكريم، من كلامه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها والذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.